صباح الخير متتبعي موقع الوكالة العربية للصحافة أبا بريس مباشرة من مراكش. نحن الآن على واحد الواقعة ديال توقف الحلقة بساحة جامع الفنا، والآن عندنا الرائد المعروف على هذا الصعيد ديال الحلقة بجامع الفنا، المسيح عبد الإله، الحائز على الجائزة الأولى في هذا المجال هذا بالمغرب والمعروف لدى الجميع. نتمنى أنه هذه الأزمة تحل من بعد ما أنه كانت وعدهم انه غادي ينطلقوا البارح اللي هو البارح الجمعه 4 يونيو 2021، لكن للاسف كيتفاجئوا بعدم السماح لهم باستمرار ممارسه الحلقه ديالهم. وكان نقدموا لكم النداء والمناشده ديال السي عبد الاله. السلام عليكم، معكم عبد الاله المسيح من مراكش، اللي هو معروف في الحلقه وحاصل على الجائزه الكبرى في الحلقه، انا والثنائي الدرداك مصطفى، اللي هو تنمارسوا الحلقه ديالنا منذ الصغر ديالنا، مني كنا صغار وحنا تنمارسوا الحلقه في هذا الميدان هذا والحمد لله. ولكن حنا مني بدات كورونا وحنا محبوسين على الفن ديال الحلقه ديالنا وصابرين الحمد لله، والله يزعلنا هذا الوباء هذا وصابرين، حتى تفاجئنا بينما قالوا راه غادي تحل الجامع عرفنا. جينا البارح للقياده سنينا واحد الالتزام بينما غادي نديروا الحلقه وبينما غادي يعطونا التعليمات اللي كاين في الالتزام، بينما غادي يكون تباعد، بينما غادي يكون تلقيم، بينما غادي تقول لكم ماما في وسط الحلقه لذاك السيد اللي غادي يدور عند الناس يشد هذيك البركه اللي بيعطيونا، والناس اللي خدامين غادي يكون واحد التباعد، نجريو على الدراري الصغار. حنا كاع احترمنا كاع هذاك القوانين اللي قالوا سنين عليهم، وداروا معنا غدا ديال السبت باش يكون الافتتاح على حساب اليوم. اليوم حنا كنا فرحانين وقلنا غادي تحل واحد المشكل، ويعني هزينا واحد الفرح تحلى ما شاء الله. هذا الفرح هذا قلنا فرح كبير مني تحلت لنا الساحه ديال الجامع عرفنا باش حنا غادي نخدموا فيها. ولكن حنا كنتفاجئوا بينما البارح الجمعيات والناس ديال الحلقه بينما جاهم واحد البلاغ بينما حتى واحد ما غاديش يجي الجامع عرفنا باش يخدم فيها، وحنا بغينا نعرفوا علاش حنا ما غاديش نخدموا في هذه الساحه الجامع عرفنا، علاش ما تحلات الساحه الجامع عرفنا، علاش لماذا لا كثير بنادم يخدموا واحد مول الحلقه ديال القروضه، واحد مول الحلقه ديال عيساوه، واحد الحلقه من الحوزيين ولا من الحكواتيين ولا من قناوه، وعاوتاني الغديله اخر يخدموا حلايقيه اخرين ويعاودوا يخدموا حلايقيه اخرين. حنا دابا تنتاسفوا الساحه هاهي، شوفها كي دايره مظلمه، وتصور لك كانت حلقه هنا وكانت حلقه هنا وكانت حلقه هنا، راه تباعد يكونوا غير ثلاثه الحلاقي، غير واحد الحلقه تكون لهي وواحد الحلقه تكون هنا وواحد الحلقه تكون هنا، ورا الناس خدامين وتيترزقوا على وليداتهم. راه عندنا وليدات وراه عندنا الكرا وراه عندنا، راه الله يكون في العوان، وراه حتى واحد ما يتشفى وحتى واحد ما يقول شي حاجه، كل واحد يشوف غير من النفس ديالو. واش منين تخرج انت تخدم، واش منين تجي للدار ياك تجيب المالين للدار البركه باش يديروا الغداء باش يديروا العشاء، باش حنا راه ما عندناش، راه الا ما خرجنا لشي سوق ولا ما الا ما شافوا فينا بعد الحباب. اللي تنشكر الناس اللي وقفات معنا في كورونا، الناس ما غاديش نقول لك، الناس في فرنسا، الناس في ايطاليا، الناس في بلجيكا، الناس في هولندا، الناس في ايطاليا، الحباب ديالنا في المغرب، الحباب ديالنا شي عيالات اللي هما مشكورين، بنات مراكش اللي وبعض الناس اللي هما الحباب ديالنا في اكادير، وهنا في اللي غادي نشكر هاد الناس بزاف كاع. اللي غادي نقول واحد الكلمه في حق شي ناس اللي هما الدار الكبيره، هاك اخويا مصطفى، اللي هما الدار الكبيره من فرنسا بالاسم ديال حسن العواد، تنشكرو لانه وقف معايا في واحد الطرف اللي هو ما باقي لقيت حتى واحد الا الله سبحانه الا هو. واش هاد الناس هادو كيقدموا لكم هاد المساعدات كاملين ولا غير كشخص انت بوحدك السي عبد الاله؟ واش غادي نقول لك، دابا انا اللي غادي نصيفط لك واحد 2000 درهم ولا 1000 درهم الا قلت لك كاع فرقها على هاد الناس جاتهم حتى شحال غادي تجيهم، فهمتي؟ الناس الحباب تيتعاونوا معايا، كاين اللي تيفكوا ليا الدين، كاين اللي تيفكوا ليا الكرا، وحنا دابا والله العظيم الا خارجين الغدا ما خليناه في الدار.
امر بالله اللي شانو عظيم. حنا ما تنكذبوش، راه حنا راه عندنا حنا غير عندنا حنا دابا هي الدواء، الدواء خصو صاير، هي الدواء، الدواء خصو صاير وحق الله العظيم. ما عندك لا تغطيه لا والو، ما كاين الله سبحانه الا هو. وحنا راه ما تنشكيش. انت بنوبتك تنطلع لنا واحد الكلمه ودعم هذه الكلمه. والله العظيم كي قال سي عبد الله الاخ ديالي حنا ثنائي بوش انت قدم لينا كاس مصطفى. هذا الدرداق مصطفى ايه. انا مثلت بزاف الافلام ديال بوتفوناس تاجر الثمان ممكن ولا كل شيء. الله خلينا حتى بلاصه لا في الخارج لا في كل شيء، ولكن هذه البقعه هذه الساحه هذه هي فين تنعيشوا وليداتنا. كاين اللي هز سبعات الاسره ثمانيات الاسره تيصير عليهم هو بوحده، والله العظيم الا سبعات الناس ولا هي ثمانيات الناس انا على من تنصير. ها الاخ ديالي راه تيعرف كل شيء، وهذه الساعه هي مناش تنجو طرف الخبز وهي تحبسات. وتفرحونا البارح وكل شيء وقلنا غادي ترجع الوقت كي كان، وحنا وقفنا عاوتاني بدينا عاوتاني من جديد. واش كورونا كاينه علينا يا حنا ولا الله اعلم. وهذا المنع اللي منعوك اللي كان منع وتم يعني عطاوكم وعد بانكم غتعاودوا ترجعوا للمجال اليوم، شنو هو السبب إذا كان ممكن تعطيونا شنو هو السبب في هذا السبب؟ هي جانا تليفون قالوا لي حتى واحد ما يجي غدا الجمع الفنا، جا من الولايه والقياده وكل شيء والناس ضربوا الجمعيات اللي جينا سنين. شنو هما الجهات اللي كتناشدوا سي عبد الإله؟ الجهات اللي تناشدوا حنا تنطلبوا من الناس المسؤولين على التراث اللي هو تراث شفوي لا مادي انساني، اللي هو ديال الحلقه واللي هو معروف بالفرشه ديالو ومعروفة هاد الساحة منذ زمان، وهي معروفة هاد الساحة بالفرجة ديالها. هاد الساحة هادي راه كاين اللي تيجي ليها مهموم وتيخرج فرحان، راه هاد الساحة هادي راه تتعطي واحد السمعة للمغرب كله بين ما بالخير، لأنه هادي ساحة، ساحة جامع عرفنا، مجمع الخير، مجمع السرور، مجمع النية، مجمع الربح. من هنا هاد الساحة هادي راه ما شاء الله من هنا كبرنا وليداتنا وهنا علاش الكيران باقي الكيران هنا والبرار في جامع البنا. وحنا راه تنطلبوا 30 سنه الفوق وحنا خدامين في هذه الساحه. حنا اللي تنطلبوا اللي تنطلبوا الله يخلي لنا سيدنا والله ينصر سيدنا وهو الظل. علاش عايشين حنا الظل ديالو الظل ديالو علاش عايشين حنا؟ تنطلبوا منه هو اللي يوقف معانا، هو اللي يتدخل معانا، هو اللي يشوف من حنا. حيت ما كاين حتى شي واحد غادي يشوف من حنا الا الله، وهو الله ينصر وينصر الاسره العلويه ان شاء الله. نتمنوا تحيه لكم وتنشكركم حتى انتم. نتمنوا انه هذه الازمه ديالكم تزول ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله ترجعوا للمجال ديالكم وترجعوا للحياه العاديه ديالكم. وتنشكروا الناس اللي وقفوا معنا في كورونا، تنشكروهم بزاف، تنشكروهم بزاف. وتحياتي للمغاربه من سبته ومريليه حتى للكركارات حتى للقويره، تحيه لكم. شكرا لك، شكرا لك.